بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد، هو فيسرال جين أقراص ودواء شرب وحقن، يعني موجود منه ثلاث أصناف أو ثلاث أشكال دوائية، أقراص ودواء شرب وحقن. يستعمل لعلاج الإسهال والعلاج المغص الكلوي. فيسرال جين يحتوي على المادة الفعالة تيمونيوم ميثايل سلفات، يعتبر من مضاد التقلصات، يعمل على التأثير مباشر على العضلات الملساء، له تأثير مباشر مضاد للإسيتايلكولين، يعد أقل ضررا من الأتروبين، يستعمل لعلاج التقلصات الجهاز الهضمي والمغص الكلوي. طيب، اول حاجة هنتكلم عليها ايه هي دواعي استعمال فيسرال جين. رقم واحد، يستعمل فيسرال جين في علاج الاختلالات الوظيفية في الجهاز الهضمي. رقم اتنين، يستعمل فيسرال جين في علاج الاختلالات الوظيفية في القناة المرارية والمرارة. رقم تلاتة، يستعمل فيسرال جين في علاج التقلصات والألم في الجهاز البولي. رقم أربعة، يستعمل فيسرال جين في علاج التهابات القولون وعلاج تشنجات الأمعاء وتشنجات المعدة. رقم خمسة، يستعمل فيسرال جين في علاج اضطرابات الوظائف الانقباضية في القولون. رقم ستة، يستعمل فيسرال جين في علاج أمراض المغص الكلوي وتقلصات الجهاز البولي والحصوات في الجهاز البولي وفي الكلى. طيب، هل يستعمل فيسرال جين لعلاج الاسهال؟ الاجابة طبعا لا يعتبر فيسرال جين علاج للاسهال، لكنه يقلل من تقلصات الامعاء التي يمكن ان تصاحب الاسهال. الاسهال بيبقى معاه تقلصات وحركة في المعدة، فهو بيقلل من ايه؟ من تقلصات. طيب، هل يستعمل فيسرال جين لعلاج المغص الكلوي؟ الاجابة فيسرال جين فعال جدا في علاج المغص الكلوي وتخفيف الام القولون الكلوي، ويستعمل مع مسكنات الالم زي البروفين والايبوبروفين، ولكن ليس له تأثير قوي عند استخدامه بمفرده. اذا لو انت عايز تتخلص من المغص الكلوي، ممكن تستعمل فيسرال جين مع البروفين، فده بيجيب نتيجة وبيؤدي الى تقليل الاحساس بالمغص الكلوي. طيب، المغص، بس المغص اللي هو المغص الموجود في البطن في المعدة، هل فيسرال جين يستعمل ليه؟ الاجابة ان فيسرال جين ايضا يستعمل علاج المغص والام وتشنجات عضلات الجهاز الهضمي بما فيها المعدة والامعاء. ليه؟ لانه يعمل على ارتخاء عضلات الجهاز الهضمي، وده بيخلي عضلات الجهاز الهضمي مرتخية فما بتشتغلش تقلصات، وده بيخفف من شعور بالألم. طيب، هل يستعمل فيسرال جين لعلاج القولون؟ طبعا زي ما هو بيخفف من المغص المعدة والأمعاء، بيخفف من ألم وتشنجات عضلات الجهاز الهضمي ومن ضمن الجهاز الهضمي القولون، فبذلك يعمل على إرخاء عضلات القولون، وده بيخفف الشعور بالقولون وألم القولون. طيب، ما هي جرعة فيسرال جين؟ الجرعة المعتادة من 2 لـ6 أقراص في اليوم، ما تزيدش عن 6 أقراص، والمريض بيقسمها على مدار اليوم، يا إما 3 مرات أو مرتين. وطبعا ما فيش مريض يتناول فيسرال جين من تلقاء نفسه، ولكن يجب ان يكون تحت اشراف الطبيب. الجرعة المعتادة للبالغين في حالة الحقن، احنا قلنا في حالة الاقراص من 2 لـ6 اقراص، في حالة الحقن انبولة واحدة في العضل او في الوريد 3 مرات يوميا. يتم الحقن ببطء، ويلزم استشارة الطبيب قبل استخدام حقن فيسرال جين. الجرعة المعتادة للبالغين في حالة دواء الشرب، ملعقة واحدة 3 مرات يوميا، ويكون تحت اشراف الطبيب. طيب، بالنسبة للدواء الشرب والاقراص، هل يتم تناول فيسرال جين قبل الاكل ام بعد الاكل؟ الاجابة انه يؤخذ فيسرال جين
قبل الأكل بحوالي نص ساعة أو ساعة. أما إذا الطبيب أخبر بشيء غير ذلك فيجب اتباع تعليمات الطبيب. الآثار الجانبية وأضرار فيسرالجين، هل له آثار جانبية؟ هل يؤثر على المريض؟ هل يعطي أي آثار جانبية؟ الإجابة كل دواء طبعا له آثار جانبية، قد يسبب، وأكثر الآثار الجانبية طبعا بتيجي من استعمال جرعة زائدة. استعمال جرعة زائدة يعني الدكتور قال قرص واحد انت بتاخد اتنين، فده بيسبب ايه؟ الآثار الجانبية بتبتدي تظهر. وطبعا فيسرالجين بيسبب بعض آثار جانبية زي جفاف الفم، صعوبة البلع، شعور بالعطش، اتساع حدقة العين، فقدان الحساسية للضوء، زيادة ضغط العين، جفاف الجلد. طبعا الحاجات دي ما بتحصلش مع كل المرضى، ولكن بتحصل في حالات قليلة جدا. برضو الدواء بيسبب بطء ضربات القلب او سرعة ضربات القلب او عدم انتظام ضربات القلب. ايضا ممكن ان يؤدي لصعوبة التبول او حيوث امساك. اخر حاجة بالنسبة لفيسرالجين فهو بيسبب الاثار الجانبية بتاعته مع كبريتات الصوديوم، تكون كبريتات ميثايل السيمونيوم، كبريتات ميثايل السيمونيوم تكون نادرة جدا. ما هي الاحتياطات وما هي موانع استعمال فيسرالجين؟ يمنع استعمال فيسرالجين للاشخاص الذين يعانون من تضخم البروستات، لان ده بيؤدي ل احتباس بولي عندهم. تمام. ايضا يمنع استعماله بالنسبة للمرضى اللي عندهم جلوكوما في العين او ارتفاع ضغط العين. ايضا يمنع استعماله في حالة وجود حساسية شديدة لمكونات فيسرالجين. طيب احنا ما تكلمناش عن الاطفال نهائيا، هل ينصح باستعمال فيسرالجين للاطفال؟ طبعا ينصح باستعماله دواء شرب ليهم حسب وزن الطفل بمعدل 1.5 ملي الى 3 ملي لكل كيلو جرام من وزن الطفل. يعني لو طفل وزنه 20 كيلو يبقى ممكن ياخد ال 20 نضربها في 1.5 يبقى ب 35 مللي جرام، او لو ضربنا في 3 يبقى 60 مللي جرام، يبقى من 35 ل 60 للوزن 20 كيلو. وتقسم طبعا ما تتاخدش مره واحده ولكن تقسم على ايه؟ 3 جرعات. طيب بالنسبه للسيده الحامل، طبعا هو عموما السيده الحامل ينصح انها ما تتناولش اي دواء او مضادات حيويه او مسكنات لان ده بيأثر على الجنين ويسبب له تشوهات، ولكن الاطباء يوصون بعدم استخدام فيسرالجين لسيده الحامل اذا عند الضروره القصوى، ويكون ذلك تحت اشراف الطبيب ومسؤوليته. بالنسبة للرضع، السيدة اللي بترضع رضاعة طبيعية يجب عليها استشارة الطبيب قبل استعماله، لان المادة الفعالة الموجودة في فيسرالجين الافضل عدم استعمالها بالنسبة لمين؟ للسيدة الحامل وايضا للسيدة المرضى. ما هو سعر فيسرالجين؟ سعر فيسرالجين 11.25 جنيه مصري، ده بالنسبة لدواء الشرب. بالنسبة للفيسرالجين لبوس او تحاميل سعره 9 جنيه. بالنسبة للفيسرالجين اكراس 50 ملي جرام سعره 17.5 جنيه. بالنسبة لامبولات حقن فيسرالجين سعره 15 جنيه للتلات حقن. سعر الحقنة الواحدة من فيسرالجين 5 ملي جرام هو 30 جنيه. هل فيسرالجين له بدائل؟ الإجابة فيسرالجين له بدائل زي إيه؟ زي سبازمو فري، كولونا، ماسكولورجينيك، ميبا سبازموزين، سبازمو بيرالجين، وفيسرا، وسبازمو كيور، وبوسكوبان. كل دي بدائل لفيسرالجين. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتم تدعموا القناة بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.